بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف إنه في عندك ستتين، 6 of cups، الستة بتحكي عن التوازن، وهالشخص طاقته أيضا بيحب إنه الأمور تكون متوازنة. فعم شوف إنه أنت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة، إنه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة، سواء أو بحق حالك أيضا، سواء كان بمشاعرك أو سواء كان بالارتباط مع هالشخص، لأنه هالكرت بيحكي عن توازن بالأخذ والعطاء بالعلاقة على سنس أو على حد أرضي، يعني على حد التزامات جدية، التزامات أرضية بالعالم الأرضي. ولكن السكس اوف كابس بتحكي عن المشاعر، فممكن تكون من العالم الروحاني أيضا. فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الأمور الفعلية وبين الأمور اللي هي الحسية أو العقلية أو الروحانية. ممكن أنت تكون عواطفك هون تطغي عليك أكتر من إنك تكون شخص منطقي، تتصرف بعواطفك أكتر من إنك شخص منطقي. ولكن إشي منيح إنه أنت يعني بتسمع لعواطفك من جوا أو بتتبع عواطفك من جوا. مبين أيضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل، يعني عم شوفك أنت عم تتذكر أيضا إذا كان في بينكم، إذا أنتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي، عم شوفك أنت عم تتذكر reminiscing، عم تتذكر الماضي، عم تتذكر الذكريات اللي صارت بينك أنت وهالشخص. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف إنه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة أمل أو خسارة عاطفية. ممكن إذا أنت تركت هالشخص عم يحس وكأنه في فرصة ضاعت من بين إيده، لأنه في بالمستقبل أيضا رحيل. فممكن أنت ممكن أنت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم، في شخص عم يترك مشاعره، أو ممكن عم تتركه أشياء قديمة أيضا عشان أشياء جديدة. هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لأنه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها أو مش قادر يوصلها لإلك بالأصح، أو بيحس إنه دائما لازم يكون في عنده البرسونا هاي أو الشخصية هاي. أيضا هالشخص ما بيحب الخسارة، ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان، بيحب هو يكون الأول، بيحب هو يكون يعني شخص عنيد، بحب هو اللي ينتصر بأي نقاش، بأي مشكلة، بأي إشي. ولكن من جوا هو شخص إيجابي. The Sun card بتحكي عن براءة داخلية بهالشخص، فهو من جوا شخص يعني pure، شخص بريء، شخص عقليته أو تفكيره شوي ممكن تكون طفولية أكتر أو عفوية أكتر. أنت ممكن تكون جدي أكتر بالتفكير من هالشخص. بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة، هالخسارة، ليش عم يحس إنه في فرصة ضاعت من بين إيده، أو عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما. بدنا نشوف شو هي هالوراق. وقعت تحت بس بدي اجيبها. وراقك عم بتطير يا برج الحوت، فبدي لخبط الديك مرة تانية. طيب بدنا نشوف ليش هالشخص حزين.
في عنده اختيار لازم يقوم فيه الشخص، ممكن يكون محتار أو ممكن يكون في عنده شخصين أو قرارين بده ياخذ منهم، بده يختار بينهم. ممكن يكون أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء، لأنه الكرت بيتبع برج الجوزاء، وهو بحيرة من أمره عاطفيا، لأنه في مبين أنه عنده عرض حب من شخص آخر. في شخص آخر هون بحياة هالشخص، مبين أنه في عنده عرض حب عم يقدم لإله من ضمن شخص، ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب، لأنه 7 of swords هو لص التاروت أو السارق في التاروت، ففي إشي عم يخبيه الشخص، ممكن عم يخبي طرف ثالث بالعلاقة، أو ممكن إجا عرض حب من طرف آخر وعرض الحب هيدا مش صادق. أنا إنه 7 of swords شخص تريكستر، أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر، بمعنى إنه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة، ولكن الشخصية اللي هي في العمق أو في العقل الباطني شخصية أخرى. فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية، لأنه ممكن يكون محتار بين شيئين، محتار بين شخصين، مش قادر ياخد قرار، ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص. مش عارف لمين يعطي هالكاسة. ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الأصدقاء حواليه أيضا. بدنا نشوف، لأنه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة، فبدنا نشوف شو هي، يعني شو رح تتركوا بالضبط. أوراق كتير حلوة، لأنه عندك هون رحيل، بس رحيل من شو بالضبط؟ موقفين، شخص عم يتعامل مع شخصين، في عنده فكرتين بده يختار منهم. The Moon Card، ورقة أسرار، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان، أو ممكن هاي أسرار بينكم مخباية. The Emperor، ففي وقفة رح تصير هون، في اتخاذ قرار رح يصير هون، بأنه ممكن أنت إذا عم تحس إنه هالشخص في عنده، أو هو العكس ممكن يكون، إذا هو عم يحس إنه في حدا بحياتك وأنت عم تحس إنه في حدا آخر بحياته، ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تاخذ موقف صارم، بأنه هالشخص يا يختار بينك وبين الشخص الآخر. أنا بتوقع الشخص هاد اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى، لأنه الأوراق متشابهة. فهمت علي؟ فأنت عم تحس إنه في أسرار بالعلاقة، عم تحس إنه في مشاعر مخباية، وأنت بدك توصل إلى توضيح، أو بدك تبعد حالك تماما من هالنقطة. ف بطاقتكم بالمستقبل أنت رح تجبر هالشخص، أو رح يصير في بينكم تواصل، بحيث إنك تحكي لهالشخص إنه بدك إياه يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه، أو رح تترك العلاقة، أو رح تترك التواصل. عم شوف، لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون، بدك شخص منفتح عاطفيا، ما بدك أسرار هون، ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضا. يعني أنت عم شوفك مصمم، عم شوفك متخذ قرار وعم تمشي وراه، ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين، أو يكون في حيرة من أمره عم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد. مثل ما أنت بتعطي، بدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضا.
ولكن في رح يكون أيضا ممكن يرمز إلى أنه رح يكون في رحيل عن الأسرار، يعني رح تتركه، يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك الثيرد بارتي أو الطرف الثالث مثل ما بنحكي، لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير سابقة، بده بداية عاطفية جديدة معك، ولكن في طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي، وممكن أيضا الشخص اللي بحياته، بحياة حبيبك، بحياة شريكك، عم يستغل براءة وطيبة هالشخص وكونه إنه بيحب إنه يكون عادل ومنصف، لأنه الطرف الثالث عم يشوف طاقته كتير تلاعبية، شخص كتير بيتلاعب بالحكي، فهو بطاقتكم المشتركة عم شوف إنه هالشخص رح يصل إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم، بين يعني الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر، لأنه الطاقة هاي مشتركة، فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه، قرار بالرحيل، رحيل عن الأسرار، طاقة مشتركة بينكم الاثنين، رحيل عن الأسرار، رحيل عن إذا كان في طرف ثالث أو أي لخبطة بالموضوع، لأنه مبين إنه أنتوا اتنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال، مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون، الوضع صريح، الوضع واضح بينكم، فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير، وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير، شخص كتير عادل، فبيحتاج وقت. ممكن انت عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه انه في حدا دائرة أصدقائه بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف إنه طاقته، لأنه برج الحوت شخص كتير انتويتيف، أنت شخص كتير بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة، ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي، ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية. الأبراج المائية بتحس أكتر، ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه، من حركاته بدون ما يحكي، بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق، 1 2 3، فهمت علي؟ فممكن انت ايضا تشوف انه بتعرف انه هالشخص مش منيح بالنسبة له، ممكن يكون عم يتظاهر بانه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة، وانت بتشوف هالإشي، بتشوف الوجه المظلم بالشخص، ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم، عم يحاول يخليها بطريقة كتير منطقية، يحلها كتير بطريقة كتير منطقية. اوكي حبايبي، يعني بالمستقبل عم شوف انه هو رح يوصل هالشخص الى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث. اوكي حبايبي، برج الحوت، إذا عم تستنى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل بينكم، عم شوف إنه هو فقط بهالفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره. أوكي حبايبي برج الحوت، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوا القراءة، إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك، كومنت، شير وسبسكرايب، إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم، شكرا لكم جميعا.